ثواني يا جماعة، بس عشان اللايف بيقفل بعد ساعة، فالدكتور هيدخل معانا دلوقتي. مرحبا، اهلا بحضرتك يا دكتور. على حياك الله. الله يعطيك العافية يا دكتور، وشكرا الله جزيلا يعافيك. الله لحضرتك. وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى، وان شاء الله الناس اللي ما قدرناش نجاوب على اسئلتهم نجاوب عليها في لقاءات تانية باذن الله. يعطيك ان العافية يا شاء الله دكتور. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك وللجمعية. شكرا لحضرتك. ممكن نصيحة اخيرة يا دكتور لكل امهات الاطفال المصابين؟ النصيحة الأساسية هي اتباع نصائح الطبيب، اتباع الحمية الغذائية، متابعة سكر الأطفال في البيت، قياسات السكر، ومتابعة العيادات، وعدم إهمال المواعيد المرضى. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور، كل الله عام وحضرتك يعافيك بخير، وأنت بخير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.